السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنهضروا على افضل بنك في المغرب بين قوسين بالنسبه ليا، سياش بنك، واللي العديد منا كيسميوه بنك الشباب، بنك الفقراء وبنك الشعب. واليوم جيت باش نوريكم جميع البطاقات البنكيه اللي كيوفرها لنا هذا البنك، المميزات والسلبيات ديال كل وحده بوحدها. كذلك غنزيلوا اللبس عن بعض المعلومات اللي العديد من المتابعين خاطئين فيها. وقبل ما نبدا خويا اختي، انزل تحت هنا هنا ودير ابوني وفعل الجرس وبقى على القرص، حيت هذه القناه غتعطيك واحد العدد هائل من المعلومات اللي غتفيدك في حياتك المهنيه وكذلك في حياتك الشخصيه. اذا على بركه الله. واول بطاقه غنقوم بالشرح ديالها هو بطاقه كود ترونت. هذه البطاقه هي صالحه مدى الحياه، يعني ان فوا نشاتي الحساب ديالك وكان السن ديالك اقل من 30 سنه، سواء كنت بنت او ولد، فوخا تفوت 30 سنة فهي كتبقى بطاقة مجانية لأنك استفدتي منها قبل ما توصل لسن 30 سنة. أما بالنسبة للرسوم فالرسوم فقط 44 درهم للسنة، وأي معاملة قمتي بها سواء شراء أو سحب أو أي حاجة قمتي بها فما كاينش اقتطاع آخر، وهذا هو الجميل في هذه البطاقة. أما بالنسبة للإشكالية اللي كتواجهنا في هذه البطاقة هو أنه ما يمكنلكش تسحب الأموال ديالك من باي بال أو بايونير أو بعض الأبناك الأجنبية الأخرى، ولكن مع ذلك فسياش بونك قدمت لنا البديل وقدمت لنا الحل كذلك باش نسحبوا الأموال ديالنا، واللي هو فيزا إي شوبين اللي هي فيرتيوال كارد، وإن شاء الله غنشرحوها حتى هي من وراء هذه البطاقة. فيرتيوال كارد فيزا إي شوبين هي بطاقة مسبقة الدفع، يعني أنت كتحط فيها هذاك المونطو اللي بغيتي تخدم به، منها كتبروتيجي الكونت ديالك وكذلك كتكون مهني لأنك ما غاديش تفوت هذاك المونطو اللي حاط أنت في هذه البطاقة. والجميل فيها هو أنه يمكن لنا نفعلوا بها باي بال، كذلك يمكن لنا استقبال الأموال ديالنا من باي بال، من بايونير، من أي بنك آخر أجنبي، وكذلك تمكن لنا من الشراء من المواقع المغربية وكذلك الأجنبية. بالنسبة للثمن ديال هذه البطاقة هو 66 درهم للسنة، والبطاقة صالحة لثلاث سنوات، ويمكن لك من بعد إلى كملتي الثلاث سنوات يمكن لك تجددها وتاخذ بطاقة أخرى. ودابا غادي ندوزو البطاقة الثالثة اللي هي بطاقة كود 18 طون. هذه البطاقة خاصة بالشباب أقل من 18 سنة، لكن إلا بغيتي تاخذ هذه البطاقة ضروري تمشي للبنك تفتح حساب ويكون معك ولي الأمر ديالك، الوالد أو الوالدة، زائد عقد الازدياد ديالك. وهذه البطاقة يعني محدودة جدا، يعني يمكن لك تسحب منها فقط وكذلك تقوم ببعض المعاملات المحدودة، يعني كخلاصة تقريبا هي شبيهة بحساب التوفير. بالنسبة لثالث بطاقة هي بطاقة سيدتي، وهي خاصة بجميع النساء من 18 سنة فما فوق. بالنسبة للامتيازات فهي جميع الامتيازات اللي كتخولهم لنا هاد كود ترند فهي كذلك كتخولهم لنا هاد البطاقة، وهي مجانية 100% لجميع السيدات فقط. واخر بطاقه نهضروا عليها هي فيزا الكترونيك ديجيتال، وفيها جميع هاد الامتيازات اللي ذكرنا في البطاقات الاخرى، سحب الاموال من باي بال او بايونير، دفع الفواتير، كذلك الشراء من الاسواق الداخليه والاسواق الخارجيه، سحب من الشباك الالكتروني داخل وخارج المغرب، والعديد العديد من الامتيازات اللي ما يمكن ليش نذكرهم كاملين في هذا الفيديو. يعني هذه البطاقة هي بطاقة متكاملة، لكن هي مجانية فقط للموظفين. أما بالنسبة للأشخاص العاديين إلا بغاو يستفدوا من هذه البطاقة فخصهم يخلصوا 185 درهم للسنة. بالنسبة للناس اللي عندهم الفلوس فأنا كنصحك أخي أنك تدير هذه البطاقة، فهي غتهنيك وغتوفر لك جميع الخدمات اللي يقدر توقف عليهم في الحياة ديالك اليومية في العمل أو خارج العمل كذلك. إذا خوتي كانت هذه هي نبذة مبسطة على سياش بونك، البطاقات اللي كيوفرهم لنا، المميزات وكذلك السلبيات. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإلا كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول.